السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم. وكنتمنى زيارتكم للقناة، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لمايس او الذرة في المنزل بمواد طبيعية. راه سبق لي وحضرت لكم لمايس اللي كنحتفظوا بها في المجمد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم المايس اللي كنحتفظوا بها غير في البلاكار حتى لمده سنه. هنا بالنسبه للكميه ما عندناش محدوده، في الوقت اللي كيكون الكبال موجود، الكبال فوقاش كيكون موجود، كيكون من شهر 6 الى حتى شهر 10 الكبال راه كيكون موجود. هنا كنديروا واحد الكميه كثيره، لان هذا الكبال هذا يعني الذرة عنده واحد المنافع كثيره بزاف، وراني ان شاء الله دابا نقدم لكم الوصفات ديالها، وصفات كثيره من هذا الكبال هذا. يعني الا درناه في الوقت ديالو واحتفظناه غادي نحتاجوه على طول العام. هنا باش كنبغيو ناخذوا الكبال دائما خصنا الكبال اللي كيكون ناضج، ما نديروش ديك الكبال اللي كيكون صغير. وهنا الكبال دائما فاش كنبغيو نشريوه راه كنبداو كنقلبوه من هذا الراس ديالو، كنشوفوا واش الكباله ناضجه او ما ناضجاش، وما خصناش ديك الكبال اللي كيكون قاصح. هنايا انتم تشوفوا يعني راه هي عندها مع شحال من لبسه عندها. نبدا اول حاجه كنقلبوها كنشوفوا بعدا واش الكباله فتيه واش يعني عامره. هنا هذا الكبال راه باقي فتي، هذا كنقطو هذا حرير الذرة او الشعر ديال الذرة، كنقطوه هكا بيدينا وكنبداو نحيدو غير هكا الوراق. هذا حرير الذرة كنحتفظو عليه ما ديرناهوش، كنقطو هكا بيدينا راه ساهل باش كيتحيد. هانتوما هنا هانتوما تشوفو الكبالة ديالنا الذرة ديالها ما كتكونش صفراء، يعني غامقة في اللون، وحتى فاش كنديروا لها هكا راها فتية، يعني فاش كنبركوا عليها الحليب ديالها كيخرج. هنا كنحيدوا لها الشعيرات. هذه سبحان الله هذه الكبالة هذه راها شحال فيها الكبالة الكبيرة وفيها جوج ديال هذا البراعم الصغار. هانا غادي نوريهم لكم هادو سبحان الله كل وحده وشحال كتولد. هنايا نوريكم هاد البراعم هاد الصغار هادو هما اللي كيكونوا ديك الكبالات اللي كيكونوا في العلب، يعني كنزوقو بهم لي صالات ديالنا كان هادو، ولكن ما كيتصابوش زعما نقول لكم في الكبال كله، غير باش الكبالات حتى هما بهذا الشعر ديالهم. كنحيدو غير بشويه كنحتفظو عليهم ان هادو فتيين باش يتهرسو باش ما كيتهرسوناش. نحيدو غير بالعقل. هنا الكبال ديالنا حنا نقيناه، عندنا الكبال اللي كنديرو بيه هاد لامايس، خصنا هاد الكبال اللي كيكون هكا رطب، يعني فاش كنديرو فيه السكين كيخرج لنا واحد الحليب بيض. عندنا هاد الكبال هذا اللي كيكون هكا صفر، يعني فاش كنديرو هكا السكين ما كيدخلناش بواحد السهوله، هذا ما كنديروش، ما كتجيش بيه الوصفه زوينه، كتجينا بالكبال اللي كيكون طري. هذا حرير الذرة او شعر الذرة، هذا ما كنرميوهش، هذا كنحتفظوا به، غادي نقدموا به ان شاء الله وصفات صحيه. كنديروا هكا في واحد المنديل ما كنخليوش متراكم، كنحليوه شويه هكا وغادي نخليوه يبس. هنا كنديروا واحد الشبانه كتكون هكا غارقه شويه، كنديروا فيها واحد الزلافه هكا في الوسط. كنجيبوا الكباله ديالنا راه حنا ما خلينا فيها حتى شي يعني شعره من الشعرات ديال ديك الحرير ديال الذرة. هنا كنقطو سكين يكون كبير هكا،
وكنبداو من الراس. وحنا راه سهله، كنحكموها مزيان بيدينا وكنبقاو، وراه حنا كنحسو يعني ماشي كنخليو كنقطعو في النص ديال الذرة، راه حنا كنقطعو في الجدب ديالها. الطريقه هذه كتجي سهله، وهاد الشبان هكا ما كتخليش الذره ديالنا كتشتت لنا، يعني كطيح لنا نيشان في الشبانه. سهله باش كتبرك، يعني سهله ما صعيباش. هانتوما تشوفوا الحبيبات ديال الذره هنا. من بعد ما كنكملوا الدره اللي عندنا كنعوموها بالماء، يعني نكبوا عليها الماء، نحطوها هكا. هنا كما كتشوفوا رحنا عومناها بالماء، بما لها الماء كيكون كثير. هنا كنجيبوا هاد الصفايه هذه وكنبداو نهزو هكا، وفاش كنهزو كيبانو لنا غير من الفوق بعد القشور هكا. هادو راه حنا كنحيدوهم غير بيدينا، غير في هاد الاول، اما من التحت راه ما فيهش هكا. هنا حنا كنهزو واحد هكا، ماشي غير وحيده بوحيده، راه كنهزو واحد الكثره غير اللي كتكون باينه. هنا هانتوما تشوفوا التحت راه ما كيكونش فيه غير ديك الوجه الفوقاني. هنا كناخذوا ليترو ديال الماء من الروبيني، معلقه كبيره مملوءه ديال السكر، جوج معالق كبار ديال الخل، معلقه كبيره غير مملوءه بالملحه. هنا كنزيدوا هذه الملحه، السكر مع الخل، ملحة، وغادي نحركوهم مزيان حتى يتخلط لنا الخليط ديالنا. هنا كنجيبو قنينات ديال الدجاج، ومن الضروري باش تكون الغلاقة ديال القنينة ما تكونش ديال البلاستيك، تكون من هاد المعدن هذا اللي كنغطيو به القنينات. هنا كنجيبو الدرة ديالنا كنعمروها في القراعي، هنا القنينات ديالنا راه حنا ما كنعمروهمش حتى الفم، هنا تقريبا كنخليو ما بين 2 سنتيم حتى 3 سنتيم. هنايا راح نتاكدنا من الملحه والسكر اللي نذابو. هنا دابا نبداو يعني كنديرو الماء اكثر من الذره اللي كانت عندنا، كنخليو تقريبا 1 سنتيم ما بين القرعه والغطايه ديالها. هنا هاد الذره اللي كنزينو بها لي صالاد، هاد الذره الصغيره هادي حتى هي غادي ندير لها هاد الماء، كنغطيوها مزيان. هنا كنجيبو طنجرة ديال الضغط، كنديرو فيها واحد المنديل هكا، كنطويوه وكنحطوه لتحت في الطنجرة. هنا القنينات ديالنا رحنا حكمنا لهم الإغلاق. علاش كنديرو هاد المنديل لتحت في الطنجرة؟ باش القراعي ديالنا ما كيطرطقوش وما كيبقاوش القرعة كتقارقب مع القرعة. هنايا كنديرو الماء، الماء عندنا بارد. هنايا ما بين الغطاية والماء تقريبا عندنا 1 سنتيم، ما نطلعوش الماء فوق الغطاية، راه كيبقى تقريبا سنتيم. هنا غادي نشعل النار ودير الطنجرة ديالي فوق النار، من بعد ما تبدا تصفر
النار كتكون عاديه. من بعد ما كتبدا تصفر كنقلل النار كتكون متوسطه، كنخليها 30 دقيقه. علاش نخليها 30 دقيقه؟ نحيت عندي الذره صغيره، كل نوع ديال الذره والطياب ديالو. ان الذره اللي كتكون منزله صغيره وفتيه كطيب دغيا، الذره اللي كتكون متوسطه كتاخذ شويه ديال الوقت. يعني كل ذره الطريقه والوقت ديال الطياب ديالها. من بعد ما كتصفرنا الكوكوط 30 دقيقه كنطفيو النار، كنطفيو النار وكنخليو القراعي في هذا الماء هذا الا حتى كيبرد. هو واخا كيبرد الماء القراعي كيبقاو نادفين. هنا كنجيبو واحد المنديل وكنهزو القراعي، هما راه باقيين دافيين، وكنديرو لهم هكا، كنخليوهم هكا الا حتى كنقلبو القرعه وكنلقاوها بردات. نقدروا نديروهم بالليل وفي الصباح عاد يمكننا نقلبوهم. هنا القنينات ديالنا راه حنا كنشفوهم مزيان، وكنديروا واحد كرتونه وكنستفوا فيها القراعي ديالنا، وكندخلوها لواحد البلاصه في البلاكار كتكون مظلمه، وكنحتفظوا بلا مايس ديالنا، يعني يمكننا نحتفظوا بها حتى لمده 6 شهور ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وهنا غادي نحل القنينه قدامكم وتشوفوا. هنا القنينه واخا غادي نبغيو نحلوها هكا ما تتحناش، وانا خا نعياو ما نزيرو باش نحلوها ما تتحلش. هنايا هانتوما تشوفوا كنقطوها هكا السكين وكنديروا في هاد واحد البليصه هنايا كتكون في القرعه، كما الطريقه باش كنحلو القراعي الكونفيتور والمربى. هنا هانتوما تسمعوا راه كنديروا لها هكا حتى كدير ديك الطق. هانتوما هنا دابا يعني كتحل بواحد السهوله. هنا هانتوما تشوفوا لاميس ديالنا، هاد لاميس هادي راها كتقدر تجلس حتى اكثر من 6 شهور. ولا بغيتو الميس اللي كتجلس اكثر من سنه هذيك كنديروها في المجمد. الا بغيتو الطريقه والمقادير راه عندي على القناه. هنا هانتوما تشوفوا لاميس ديالنا كي طايبه. هنا فاش كنفتحوا القنينه ديالنا كنهزوا القياس نتاع لاميس اللي بغينا. هاد القرعه هادي كنعاودو نشدوها، الا كان باقي فيها كنسدوها وكندخلوها للثلاجه. كندخلوها للثلاجه راه يمكننا نحتفظوا بها في الثلاجه حتى لمده 4 ايام ما كيوقع لها حتى شي حاجه. لاميس كتجي لذيذه بزاف وصحيه وبدون مواد حافظه، وكندخلوها في بزاف الوصفات. كيمكننا نحضروها للاطفال ديالنا كياكلوها بالمعلقه، كيمكننا نديرو بها لي سالاد، وان شاء الله قريبا نحضر لكم بها شوربه عجيبه ولذيذه. وكنتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. المرجو الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من لايكات وشكرا.